خالد السعود يعني الاتحاد في وضع صعب، الزمن والوقت يضغط عليه. كيف انت لو كنت مسؤول اداري في هذا الفريق كيف تقدر تتجاوز هالمرحلة هذه؟ 12 يوم وكان قبلها كم يوم، يعني حوالي اسبوعين ثلاثة جالس على اعصابك، انت تبغى اقرب مباراة عشان تخرج من الصدمة اللي انت تعرضت لها. يعني الاتحاد نزف، مش فقد نزف نقاط في اخر ثلاث جولات جايب نقطة واحدة. مشكلة الفترة التوقف هذه مبادرة تزامنت انه لاعبين منتخب ايضا مش موجودين، يعني التمارين في الفترة الحالية هي مملة، هي ضغوط كبيرة جدا على اللاعبين. فعلا سباق مع الزمن، يبون الدوري يرجع، خلصونا بنخلص من الدوري، لانه الاتحاد حقيقة في فترة ما كان حتى في فترة التوقفات كان الاتحاد متصدر، كانت فترة مريحة. مبادر اصعب فترة لاي فريق كان، اما فريق ينافس على الهبوط او فريق يعني واجه نزيف نقطي، وتاتي فترة توقفات. هذه الفترة صعبة جدا سواء على المستوى الفني او حتى بالتحديد والاكثر خطر على المستوى الاداري في قضيه الانضباط. مشكله انه يعني تضطر انك تراعي نفسيات اللاعبين كثير، وقد تحصل فيها مخالفات كثيره. في النهايه اللاعب بشر يتاثر باشياء كثيره والاشياء محيطه. لا شك انها فتره صعبه جدا على الاتحاديين. اتمنى باذن الله ان الاتحاد يستطيع تجاوزها، وايضا الهلال، يعني اتمنى لجميع الفرق المتنافسه ان تتجاوز فتره لا شك مبادره كيف يتجاوزها؟ واحده من اثنتين، يا الهلال ياخذ الدوري يا الاتحاد، شلون يتجاوزون الاثنين؟ ها فهمني بالله، يا هذه عداك غرم العمري فيها، هذه ابو خالد، هذه حركات ابو خالد. انا حتى لا تحسب علي، لا يقولوا قال الاتحاد ولا قال الهلال. اتمنى التوفيق لي ان شاء الله. انا ما يصير الله يوفقهم اثنين السنه هذه، لازم واحد الله يتوفقه والثاني ما يتوفق. انت تبي الاتحاد بكيفك. انا ما قلت لك انا بالاتحاد وتدخلني مشاكل، ليش انت؟ انا ابغى الاهلي، ابغى الاهلي عشان ابو خالد يرضى علي. يعني الاهلي بالسلامه.